على ما أنجزتها من مشاريع في عموم المحافظة خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في إحداث تغيير شامل على ملامحها ميزتها عن غيرها من المحافظات. وأشاد المواطنون في تصريحات لمراسل فضائية كركوك بتوجيه الصادر من الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك خلال اجتماع مدراء الدوائر الخدمية الأخير فيما يخص ضرورة صيانة وإدامة المشاريع العمرانية والخدمية المنجزة في المحافظة من قبل الشركات المنفذة لمدة عامين، مؤكدين مؤازرتهم لقرارات إدارة المحافظة كونها تصب دوما في خدمة أبناء كركوك دون تمييز. من جانبه أكد مدير بلدية كركوك عبد الكريم حسن أن توجيه محافظ كركوك بصيانة المشاريع يصب في خدمة كركوك وأهلها، وأنه سيتم تبليغ جميع المقاولين الذين أنجزوا مشاريعهم والذين لا زالت مشاريعهم قيد الإنجاز أو الذين سيبدأون بتنفيذ مشاريع خدمية جديدة بهذا الصدد. أشاد مواطنون ومن مختلف المكونات في كركوك بالتوجيه الصادر من محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم خلال ترأسي اجتماع مدراء الدوائر الخدمية على ضرورة صيانة وإدامة المشاريع الخدمية والعمرانية المنجزة من قبل المقاولين لمدة عامين، معتبرين التوجيه بالصائب، مؤكدين في الوقت ذاته مؤازرتهم لأي قرار أو توجيه صادر من قبل إدارة المحافظة كونها تخدم الصالح العام دون تمييز. هذا قرار جيد من سيادة الدكتور محافظ، يعني هو لازم المقاول اللي يقوم بهالمشاريع لازم ما يهتم بس بمجرد المشروع انتهى وخلص دوره بالمشروع، لازم يصير نسبة يعني يسموها صيانة للمشروع، يعني اقل شيء يعني حاطها الدكتور سنتين جيدة بالنسبة للمقاول وجيدة خصوصا لأهل المحافظة، يعني حتى تبقى دائما المشاريع تحت الصيانة دائما تكون جديدة، يعني أثناء خدمتها حتى أثناء توقفها تكون جديدة. وهذا مشروع يعني قرار جديد وجيد من سيادة الدكتور المحافظ، ونرحب به احنا كمواطنين اهل كركوك اللي دائما احنا نآزره لان هو دائما يقدم لنا الشيء الجيد للمحافظة. يعني قرار صائب في مكانه، لان اكثر المقاولات قاعد ياخذوها وتشوفها ورا 10 ايام تنقرت ورا ما يطول سنة، يعني يصير بها اشكالات يعني ويراد لها صيانة وتروح تنتهي هاي البنية اللي سووها المقاول يعني. فعلى انشد على السيد المحافظ، وجود المحافظه صارت يعني بها اعمار وبها نكهه صارت وشوارع نظيفه واكو اعمار واكو يعني بنيه تحتيه قاعده تصير. ادامه الشارع وطبليته خلال سنتين هذا قرار كل جزان، اني احب هيك قراراته ونشكره ونؤازر على قرار السيد المحافظ على المقاولين لتنشيط وصيانة المشاريع خلال عامين. مدير بلدية كركوك أشار إلى أن توجيه محافظ كركوك سيساهم في معرفة المقاولين الجيدين من غيرهم، مؤكدا على تنفيذ توجيه المحافظ وتبليغ المقاولين بذلك. هذا شيء جيد، هذا يضع المقاولين أمام امتحان واضح، المقاولين الجيدين سوف يعبرون هذا الامتحان بنجاح وليس لديهم أي مشكلة. في هذه الحالة المقاولين المتلكين، المقاولين المتأخرين، الآخرين الذين لا ينفذون العمل بشكل جيد سوف يظهرون للعيان ويتم معالجة هذا الموضوع بعدم إعطائهم مشاريع أخرى في المستقبل. التوجيه الصادر من قبل الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك بإلزام المقاولين بمتابعة وإدامة مشاريعهم المنجزة عامين دليل آخر لسعي إدارة المحافظة في تقديم أفضل الخدمات لكركوك وأهلها على حد سواء. يشار خالد، فضائية كركوك. في موضوع آخر، استقبل سعدي أحمد بيرا عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات العامة للاتحاد الوطني